يعني قبل أن ندخل إلى هذه القاعة كان تريد الشباب شوي. قبل أن ندخل إلى هذه القاعة ربما الكثيرون كانوا يفكرون ماذا سيرون، هل هذا المعرض سيكون مثل بقية المعارض التي عادة لها روادها؟ وحلب عرفت في السنوات الأخيرة بكثرة الرواد إلى معارض من هذا النوع، ولكن بعد رؤية هذه المجموعة من الكتب المطبوعة على المطبعة الحجرية تبين أولا أن أولئك الذين سبقونا وعاشوا في القرون الماضية في القرن 18 و19 وبدايات القرن 20 كانوا يهتمون اهتماما كبيرا بالكلمة، فهذا الذي نراه هو نتاج وعمل بعض أولئك الذين كرسوا أنفسهم في سبيل خدمة الكلمة ومن خلالها في سبيل بناء هذه الحضارة التي نتغنى بها، حضارة بلادنا، وأيضا من خلالها خدمة الإنسان الذي يعيش في هذه البلاد. إذن الذي نراه هو نتاج عمل وجهد وتضحية رجالات خدموا الكلمة ومن خلال خدمة الكلمة خدمونا نحن في هذا الجيل. الأمر الثاني هو أن يكون بيننا إنسان يعيش مع أولئك الذين قاموا بهذا النتاج، يفكر بهم كثيرا ويخلد ذكرهم من خلال محافظته الشديدة على ما تجمع لديه من الكتب التي نراها اليوم في هذه الصالة. قبل قليل كنت أسمع طالما أن بيننا إنسان من هذا النوع يعني أننا بألف خير، لأن الإنسان الذي يريد أن تتواصل الحضارة في عروقنا في دمائنا في حياتنا لا يمكن أن نفعل ذلك إلا إذا ما حافظ على الماضي المجيد الذي هو جزء من هذا الحاضر الذي نتغنى به. الأستاذ حسين أصبت ندرس استطاع اليوم أن يثبت لنا بأن رجالات من نوعه هم ليس فقط فخر لنا ولوطننا، وإنما هم اليد المنتجة دائما لصناعة الحضارة وهذا العمل الذي نتغنى به. فباسمكم أنتم الذين حضرتم لكي تشهدوا لهذا الجهد الكبير الذي بذل في سبيل هذا المعرض، باسمكم جميعا أقدم شكري الكبير للعزيز الصديق الأستاذ حسين المدرس.